بأخبار البناء من فبي. أطول برج سكني في العالم سيتم بناءه في دبي. أعلنت شركة سيلكت جروب للشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري ومقرها دبي عن إطلاق مشروع سيكس سينسز ريديسينسز دبي مارينا، مما يمثل فصلاً جديداً في الحياة الفاخرة للغاية. ومن المقرر أن يحصل هذا المعلم إلهام في التميز المعماري على لقب أطول برج سكني في العالم، لأنه يعيد تشكيل أفق مرسى دبي، حيث يصل ارتفاعه إلى 517 متر. ويأتي هذا التطوير في أعقاب الشراكة الناجحة بسيلكت جروب وسيكس سينسز لإنشاء المشروع. يتمتع المشروع الفاخر للغاية المكون من 122 طابق بموقع استراتيجي في منطقة مرسى دبي النابضة بالحياة، ويجسد جوهر التطور الحضري، ويوفر للمقيمين تجربة لا مثيل لها في مجال الصحة وأسلوب الحياة وسط مناظر بانورامية خلابة لنخلة جميرة ودبي هاربور بيتش فرونت وملعب الإمارات للغولف ومرسى دبي وبلو ووترز وعين دبي. سيقدم المشروع 251 وحدة سكنية في مجموعة آسرة من أنواع وأحجام الوحدات، تتراوح من مساكن ديلوكس مكونة من غرفتين نوم لأربع غرف نوم، وشقق بنت هاوس بنصف طابق، بالإضافة إلى قصور سكاي مانشنز المزدوجة والثلاثية. يعد كل مسكن بمثابة شهادة على التصميم الدقيق وتعزيز الاستدامة والرفاهية والسعادة، مما يخلق بيئة معيشية فريدة من نوعها. ومن المؤكد أنها ستثير فضول حتى المستثمرين والمشترين الأكثر تميزاً. تم الانتهاء من تطوير المشروع بنسبة 25%، ومن المقرر تسليمه خلال العام القادم.